بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنلتقي مع المحاضرة 11 من محاضرات علم التجويد، ويدور الحديث فيها عن أحكام الوقف والابتداء، ويشمل العناصر التالية: 1- تعريف المصطلحات التالية: القطع، السكوت، الوقف. 2- أنواع الوقف وحكم كل نوع. 3- الابتداء وأحكام. فنقول وبالله التوفيق: القطع هو قطع القراءة قصداً بقصد الانتهاء. حكم القطع إيه؟ أنه جائز. أنا قرأت في المصحف، قرأت وردي، ثم أردت أن أنتهي لأقضي حاجاتي الدنيوية، يجوز لي ذلك. ولكن حينما أقف، حينئذ لا بد من الوقوف على رؤوس الآيات، فحكمه أنه لا يوقف إلا على رؤوس الآيات. الثاني، المصطلح الثاني، السكت. والسكت تعريفه هو قطع الصوت زمنا بمقدار حركتين من غير تنفس مع قصد وصل القراءة في الحال. أنا بنسكت سكتة صغيرة كده بمقدار حركتين، وإحنا قلنا الحركة هي مقدارها قبض الأصبع أو بسطه، ولكن بنية القراءة المواصلة لا بنية الإعراض أو التنفس. حكم السكت أنه يجوز فيما ثبت فيه النقل عن القراء. فحفص عن عاصم، وهي الرواية التي نقرأ بها جميعا، عنده سكت على أربعة مواضع. الموضع الأول على كلمة عوجا في قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، عوجا قيما. الشيء الثاني على قوله تعالى هذا، في قوله: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. الوقف على كلمة مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. الشيء الثالث أو الكلمة الثالثة: من، في قوله تعالى: وقيل من راق، مش من راق، لا، من راق. الكلمة الرابعة على كلمة بل في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم. ولا يجوز السكت في غير هذه المواضع الأربعة عند حفص. ليه؟ لأن السكت مقصور فيه على النقل عن العلماء. المصطلح الثالث وهو الوقف، وتعريفه قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه القارئ مع نية استئناف القراءة. يبقى إذن هناك فرق ما بين الوقف والقطع. القطع بنية الإعراض عن القراءة، خلاص هينتهي. أما الوقف فهو بنية استئناف القراءة مرة ثانية. ويكون الوقف على رؤوس الآيات وفي أثناء الآيات، لكن لا يكون أبداً بأي حال من الأحوال على نصف الكلمة. على نصف الكلمة يبقى حرام، إنما لابد على آخر الكلمة. وإحنا عم بينوا بقى أنواع الوقف وحكم كل نوع. الوقف قالوا لي له 3 أنواع: النوع الأول وقف اضطراري، الثاني اختباري، الثالث اختياري. فالأول الوقف الاضطراري قالوا إنه هو الذي اضطر القارئ إليه بسبب قهري، كضيق نفس، بيقرأ نفسه خلاص ما عادش قادر يجيب الكلمة اللي بعديه، أو جاءه سعال، أو جاءه عطاس، المهم سبب قهري جعله يقف على هذه الكلمة. وحكم الوقف الاضطراري قطعا
أنه لا حرج فيه ولا إثم، لأن وقفه حينئذ مضطر إليه، والمضطر إلى الشيء لا إثم عليه فيه. لكن عند الابتداء لا بد أن يبتدئ بالكلمة التي وقف عليها إن استقام المعنى، وإن لم يستقم المعنى يبتدئ بما قبلها، بحيث يكون الابتداء صحيحا. فالوقف جائز بأي حال من الأحوال، الوقف الاضطراري جائز، لكن القضية في كيفية الابتداء بالقراءة، هل يبتدئ بالكلمة التي وقف عليها ولا يبتدئ بالكلمة التي قبلها، ذلك راجع إلى فهمه لمعنى الآية. المهم لا بد أن يبتدئ ابتداء صحيحا. النوع الثاني وهو الوقف الاختباري، وقف اختباري، وهو الذي يطلبه الشيخ من القارئ لمعرفة ما إذا كان القارئ يعرف الوقف على هذه الكلمة ويعرف أحكامه ولا لا يعرف. يبقى القصد منه اختبار التلميذ أو الذي يقرأ على الشيخ، اختبار أو تعليم كيفية الوقف. إذن الوقف الاختباري يطلب من القارئ، وليس القارئ هو الذي يقف عليه مختارا مع نفسه. النوع الثالث الوقف الاختياري، وهو الذي يقصده القارئ بمحض إرادته، وهذا هو النوع الرئيس وهو المقصود الرئيس من هذا الباب. لما قلنا أحكام الوقف يبقى المراد بالوقف هو الوقف الاختياري. الوقف الاختياري قالوا لنا له أربعة أنواع. النوع الأول وقف لازم، وهذا لم يذكر في المذكرة. الوقف الثاني وقف تام، الثالث وقف كافي، الرابع وقف حسن، تعالوا نشوف الخامس وقف قبيح. عفوا، له خمسة أحكام: الأول لازم، الثاني تام، الثالث كافي، الرابع حسن، الخامس وقف قبيح. تعالوا نشوفوا إيه كل نوع من هذه الأنواع وما حكمه. قالوا لنا الوقف اللازم هو الوقف على كلام تام، لو وصل بما بعده لأوهم معنى غير مراد. يبقى الكلام تام في نفسه، لكن المشكلة لو وصل له هيأدي لنا معنى غير المراد تماما، نحو الوقف على كلمة ثلاثة في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الوقف على كلمة ثلاثة وقف لازم. طب نبتدأ بما بعدها؟ نعم. وما من إله إلا إله واحد. الله. طب لو وصلنا، تعالوا نوصل ونشوفه. اسمع: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. الله. ده يبقى إذن كلمة وما من إله إلا إله واحد لو وصلناها لأوهم ذلك أنه من قول النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، في حين إن النصارى قالت إيه فقط؟ قالت إن الله ثالث ثلاثة فقط. وعبارة وما من إله إلا إله واحد هو من قول الله تبارك وتعالى ردا على النصارى. كذلك الوصل في قوله تعالى، قولهم من قوله تعالى: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. لو إن إحنا وصلناها لكان هكذا: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الله، ده أوهم الوصل هذا أن إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون من قول الكفار، في حين أنه من قول الحق تبارك وتعالى. حكم الوقف اللازم أنه يجب الوقف عليه والبدء بما بعده، وله علامة في المصحف وهي أن تكون ميم صغيرة كده. حينما نجد حرف الميم حينئذ نعرف أن هذا وقف لازم يجب الوقف عليه والبدء بما بعده. النوع الثاني وقف تام، وهو الوقف على كلام لم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، زي الأول لم يتعلق بما بعده لفظا ولا معنى،
ولكن لو وصل لا يوهم معنى غير المراد. يبقى إذن الفرق ما بين الوقف التام والوقف اللازم أن الوقف التام حين الوصل لا يوهم معنى غير المراد، أما الوقف اللازم لو وصل لأوهم معنى غير مراد. زي إيه؟ زي الوقوف على قول الحق تبارك وتعالى للكافرين: وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نقف ثم نبتدئ: وبشر الذين آمنوا. طب لو وصلني: أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. هكذا لو وصلني ما فيها مشكلة، لكن لو وقفني لا، تكون الوقف أفضل وأحسن. ولذلك كان حكمه أنه يحسن الوقف عليه والبدء بما بعده. وعلمت في المصحف إن إحنا نلاقي كلمة قلي على الكلمة، مجرد كلمة قلي يبقى هنا فيه وقف تام، والوقف التام أي ما كان في نهاية الآية على رؤوس الآيات أو في أثناء الآيات على حسب المعنى. النوع الثالث الوقف الكافي. قالوا لنا والوقف الكافي هو الوقف على كلام يؤدي معنى صحيحا لكنه متعلق بما بعده معنى لا لفظ، لا لفظا، نحو الوقوف على كلمة خلقهم في قوله تعالى: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الله، طب إحنا لو وصلنا ما فيها مشكلة، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. يبقى إذن الوقف الكافي هو الوقف على كلام صحيح، أشهدوا خلقهم كلام مؤدي معنى صحيح ولم يرتبط بما بعده لفظا لكن مرتبط بما بعده معنى، لأن سنكتب شهادتهم ويسألون مرتبط بما قبله، ستكتب شهادتهم ويسألون مرتبط بما قبلها. حكمه أنه يحسن الوقف عليه أيضا والبدء بما بعده. وعلامته في المصحف إن إحنا نلاقي حرف الجيم، يعني جواز الأمرين، ينفع إن أنت توصل وينفع إن أنت تقف. الوقف الرابع وقف حسن، وهو الوقف على كلام يؤدي معنى صحيحا لكنه متعلق بما بعده لفظا ومعنى، نحو قول الحق تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. فحينما نقف على العالمين هو وقف حسن، ونبتدئ: الرحمن الرحيم. فكلمة الرحمن الرحيم متعلقة بما قبلها لفظا ومعنى. لفظا ليه؟ لأنها صفة لله، الحمد لله. ومعنى لأنها من صفات، من الصفات المبينة لحقيقة الله جل وعلا ولصفاته. طب حكمه؟ قالوا لنا أنه يحسن الوقف عليه، نقف عليه ما فيها مشكلة، لكن عند البدء به لا يبتدأ بما بعده ما لم يكن رأس آية. فإن كان رأس آية ينفع أن احنا نبتدئ بما بعده، إن لم يكن رأس آية لا، ده احنا لازم نجيب من الأول تاني. النوع الخامس نوع الوقف القبيح، وإحنا بنذكر الوقف القبيح للتحرز منه، وهو الوقف على كلام يفهم معنى غير مراد، نحو الوقف على كلمة الصلاة في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة. الله، والمقصود المفروض لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فحينما نقف على كلمة الصلاة أدت لنا معنى غير مراد ولا لا؟ نعم. يبقى إذن الوقف هنا وقف قبيح. ونحو أيضا الوقف على كلمة إله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ألا لو وقفنا على كلمة إله فقلنا فاعلم أنه لا إله، ده كده بتأدي لنا معنى غير المراد خالص. إيه هو؟ أن احنا بننفي وجود الإلهية أصلا. حكم الوقف القبيح أنه يحرم تعمد الوقوف عليه، أما عند الضرورة فإحنا قلنا حكم الوقف الضروري إيه؟ أنه يجوز، لكن عند البدء به نبتدئ بما قبله لا بما عليه. هناك نوع خامس من أنواع الوقف قالوا لنا عليه وقف المعانقة.
اللي احنا بنلاقيه فيه ازاي، ايه صورته او ايه صفته في المصحف، ان احنا نلاقي ثلاث نقاط على بعضهم، ثلاث نقاط بعد كلمتين نلاقي ثلاث نقاط اخرى. يعني معنى ايه الوقف المعانقة؟ ان وقفت على الثلاث نقاط الاولى لا تقف على الثانية، وان وصلت الثلاث نقاط الاولى لا بد من الوقف على الثانية. بقي لنا ان نتكلم عن احكام الابتداء. نشوفوا الابتداء الذي ابتدأنا به القراءة، أنا ابتدأت إمتى؟ بعد وقف ولا بعد قطع؟ أنا أريد أن أستأنف القراءة، بس استئناف القراءة إمتى؟ بعد وقف ولا بعد قطع؟ إن كان بعد قطع وجب علينا أو يسن لنا أن نأتي بالاستعاذة وبالبسملة إن كنا في أول السورة، أو بالاستعاذة وحدها دون البسملة إن ابتدأنا من وسط السورة، ويجوز لنا أن نأتي حينئذ أيضا بالبسملة على حسب ما بيناه في أحكام البسملة والاستعاذة في المحاضرة الأولى. الابتداء وإن كان عن استئناف، نشوفوا بقى استئناف القراءة، نشوفوا استئناف القراءة. استئناف القراءة أو الابتداء بالقراءة له حكمان، حكم حسن أو نوع حسن ونوع قبيح. الحسن هو أن يبتدئ القارئ بما لا يخل بالمعنى، نحو الابتداء بقوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، وهكذا. وقف قبيح وهو الابتداء بلفظ متعلق بكلام قبله، نحو الابتداء بكلمة اتخذ في قوله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا. لما نبتدئ بنقول اتخذ الله ولدا، يبقى ده بدء قبيح لا يليق بكتاب الله تعالى، وبذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن أحكام الوقف والابتداء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.